افتتح مؤتمر الاقتصاد الإسلامي العالمي في عامه 12 اجتماعه السنوي في العاصمة الإندونيسية جاكرتا، وبحضور أبرز الشخصيات الاقتصادية في العالم، رؤساء وساسة من 18 دولة، في فترة يشهد الاقتصاد العالمي تباطؤا في النمو. كل ثقة بأن المنتدى لهذا العام 12 الاقتصادي الإسلامي العالمي سوف يظهر للعالم المزيد من المبادرات التعاونية لتمكين الشركات ودفع خلق الثروة العادلة. كما يقع على كاهل هذا المنتدى إشراك أصحاب النفوذ من الأفكار المبتكرة والحلول العملية وتطوير المواهب والمشاريع الشبابية في مجال الأعمال التجارية والترويج لصناعة الحلال لمواصلة وتطوير التمويل الإسلامي وتشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة. تحت شعار النمو اللامركزي عقدت الجلسات الرئيسية، تناقش فيها السياسة والمختصون أهمية الإسهام في الاقتصاد العالمي من خلال تقوية المشاريع المستقبلية وإبراز التجارب الإسلامية بهذا الخصوص والدفع بالقطاع الخاص والشركات الإقليمية في دفع حركة الاقتصاد. يعتبر عام 2016 عام التحدي للاقتصاد العالمي والذي يعاني من هشاشة هي الأسوأ منذ عقود، فنحن نعيش في زمن عدم الاستقرار المالي، فهناك تفاوت كبير في مستويات الدخل بين دول العالم، كما أننا نواجه هجمات إرهابية وتحديات شتى، ولكلها تشكل وضعا سياسيا من الصعب التنبؤ بها. خصص المؤتمر جلسات ثانوية للمباحثة في شأن الاقتصاد الاستهلاكي وصعوده في المجال العالمي وتداعيات هذا النوع من الاقتصاد على المستقبل المالي في العالم. كما وضع المؤتمر على طاولة نقاشه دور المرأة في عالم المال والأعمال كعنصر فعال لدفع عجلة التنمية والاقتصاد. يسعى المؤتمر الاقتصادي العالمي هذا العام لإيجاد حل لفك مركزية النمو المالي ولمحاولة النهوض بالاقتصاد العالمي الذي يعاني من حالة هي الأضعف منذ الحرب العالمية الثانية. محمد غروي، جاكرتا. يسعى مؤتمر الاقتصاد الإسلامي العالمي هذا العام لإيجاد حل لفك مركزية النمو الاقتصادي ولمحاولة النهوض بالاقتصاد العالمي الذي يعاني من حالة هي الأضعف منذ الحرب العالمية الثانية. لبرنامج أموال ومسارات، محمد غروي، جاكرتا.